السلام عليكم البنات، السلام عليكم متتبعين ديالي، كي داير لاباس عليكم؟ اليوم كيفما كتشوفوا معايا لابسه لباس تقليدي، وجيت نشارك معكم عرس مغربي، العرس ديال العائله ديالي اللي دايره هنايا في كازا في قاعه ريان. حنا دابا غاديين في طريقنا للقاعه ان شاء الله، وغنشارك معكم لي ديتاي ديال العرس. خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ها حنا غاديين طريقنا للقاعه ان شاء الله، ونبغي نقول للعرسان الف مبروك، الله يكمل عليكم بالخير، وان شاء الله على قبال الدرية الصالحة. وتحية المغاربة من طنجة القويرة، تحية الناس ليبيا الجزائر تونس، يعني المتتبعين ديالي فيما كنتو بدون استثناء، وخليكم معايا في اخر فيديو. القاعة وصلنا، هذه هي قاعة افراح ريان. هذه هي القاعة كيف ما كتشوفوا معايا، كتواجد في يعني هي فيها بروميير ايتاج دوزيام تروازيام، وحنا شادين زعما تروازيام ايطاج. قاعة كتحمق ان شاء الله. غنشارك معكم لي ديتاي ديال العرس، ما كاين غير النشاط، بقاو معايا ان شاء الله تستمتعوا معايا. كاينين بزاف ديال الفرق الموسيقية، ان شاء الله غتستمتعوا مزيان. ما تنساونيش بالبارطاج مع الحبر والاصدقاء باش قبل القناة، وما تنساونيش بالجيم ديالكم وبلي كومونتير اسفل الفيديو. هدية وهدية يا
الشيخ اختار شكون معايا ما تخافوش. صوفيا هكا يكون جابريه قدامها قدامها ودارت ودارت برد 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 هالشوية صلابة هالشوية صلابة برد برد I'm gonna
فينا هو فينا هو مولاي السلطان زين الحسان سيدي محسن فينا هو فينا هي لالا العروسة Thank you.
Thank you.